رصه السنان ورسمه الاسنان دي بتنم عن سلوكيات البني ادم اللي قدامنا. التشخيص السليم، التكنولوجيا فيه شرط اساسي وركن ركين. بيهتم باناقته، ما في حد بيبقى انيق واسنانه بايظه. هو مش شكل بس، انا عايز شكله وفانكشن وكل حاجه. من يقوم بعلاج الضب عن طريق الجراحه؟ الضب بسبب العض ده لازم جراحه. الدكتور كريم مكادي، استشاري تجميل الاسنان وجراحه الوجه والفكين، عضو كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، عضو الجمعيه الامريكيه لاطباء الاسنان. اهلا بكم. دايما عالم الاسنان عالم مثير، عالم ممتع، له بريق خاص كده. هتستغربوا جدا لما اقول لكم انا بشوف مثلا نجوم، ناس مشاهير في الوطن العربي. لا ده النهارده هتكلم على العالم. تحس ان بينهم وبين الاسنان في بعد، مش مظبطين سنانهم، مش عاملين فيها تجميل، مش عاملين فيها تعديل، فيها عيوب واضحه جدا مش مصلحينها. استغربت بقى لما لقيت الكلام ده موجود في نجوم في هوليوود، يعني استغربت جدا. ده معناها ان العقليه اللي فيها يعني خوف من طب الاسنان او بعد عن طب الاسنان موجوده في كل حته. مش هيفرق بقى موجود هنا ولا موجوده في امريكا ولا موجوده في اوروبا. مثلا هوريكم بعض الصور في فنانين ما راحوش يعملوا اي اجراء في عالم طب الاسنان. من ضمنهم ممثل انجليزي اسمه ريكيب جيريفيز، طبعا مش من السوبر ستار اللي هنشوفهم دول كلهم الميجا ستارز، لان هم مجبرين، لان وراهم ناس كتيره قوي. بس ده من الناس المشهورين جدا، ده ممثل مميز جدا وافلامه الحقيقه هادفه. لكن هنلاحظ انه ما فيش حاجه هي ماشي اوكي. في ممثل تاني امريكي اسمه جاري بوسي، ده برضه نفس الكلام. انا برضه انا بكوين، دول ممثلين امريكان ما لهمش، ما عملوش اي حاجه. انا بكوين دي ممثله شبه مشهوره عندها فراغات بين سنانها. كنيت هوارد برضه نفس الكلام. ستيف بوشيمي، كل دول بينهم وبين طب الاسنان يعني. ستيف بوشيمي مشهور الحقيقه، لا ده مشهور، ده ارماجديون وبتاع، لكن برضو مفيش، مش هروح اعمل خلاص، ده قصه دي دماغه. هل هم يروحوا ولا ما يروحوش؟ ده من ضمن الاسئله. يعني هل انا لو سناني طبيعيه ما اروحش خالص ولا لازم اروح برضو اعمل تشيك اب على اسناني؟ لكن بقى الناس اللي عندها مشاكل، يعني دول ما عندهمش، بيني وبينكم كنت متوقع ان انا اشوف مشاكل كبيره، لكن في ناس في مصر عندها مشاكل كبيره، فراغات. حكايه فلق السعد اللي عند بعض الناس خلاص سيبه زي ما هو، ازاي هو مش حاجه اسمها فلق السعد؟ ما هو ده عيب في السنان خطير جدا. تعالوا نقرب من هذا الكلام ونفهمه بالتفصيل النهارده، ونفهم حاجات كثيره جدا في حوار علمي راقي جدا ورائع جدا مع ضيفي العزيز، واحد من سوبر ستارز مجال طب الاسنان، وحاب بيسعدني جدا باسلوبه الشيق وبطريقته الجميله في شرحه التفصيل، وبالحاجه اللي انا بستمتع فيها بالحوار معاه اللي هو حاله يعني التشويق والاثاره المحيطه بشرحه لاي حاله من حالات طب الاسنان، حتى في الحوار العلمي خارج الهواء واحنا قاعدين، دايما تحس ان هو انفولفد جدا باي مشكله خاصه بطب الاسنان. ضيف العزيز الاستاذ الدكتور كريم مكادي، استشاري زراعه وتجميل الفم والاسنان، زميل كليه الجراحين الملكيه، عضو الكونجرس الامريكي لزراعه الاسنان، المبدع دائما. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا دكتور ايمن، والله انا ببقى مبسوط لما باجي مع حضرتك. احنا بنبقى سعداء وخصوصا بالشياكه. ربنا يخليك، ربنا يخليك. اصل هنا الميزه ان البرنامج فعلا بيوصل معلومه كويسه، بيثقف الناس من غير ما نضحك على حد. يعني احنا هنا بنقول الكلام المظبوط، وبتهتم حضرتك بالناحيه العلميه جدا انها توصل للمريض او لعامه الشعب بطريقه بسيطه، فهو ده الجميل. انا بشكرك على قبولك دعوتي ان انت تدينا من وقتك، يعني صم بالليل بقى. اخر الليل ربنا يخليك. احنا بنسجل اخر الليل خالص، لا اخر الدنيا كلها. اخر الليل واخر الدنيا واخر الدنيا. خلينا نبدا قبل ما نروح لتعويض الاسنان، هل في نجوم او ناس عندهم مشكله مع الدكتور؟ في ناس عندها مشكله نفسيه مع دكتور السنان، ان هي بتخاف جدا، ممكن يكون عندها باد اكسبيرينس حصلت لها من وهي صغيره، ممكن يكون من كلام الناس، ودي مش مشكله بتاعتهم بس، دي مشكله بتاعت حد هم عدوا عليه كان بيتعامل معاهم كانه بق بس مش بني ادم كامل.
يعني انا جاي اصلح الحته الفلانيه، ماليش دعوه ده تعبان ولا مش تعبان، ما بستخدمش تكنيكس تقلل عليه الوجع. المفروض المريض ده بيخش يعمل شغله كله في اسرع وقت بدون الم خالص، هو ده الصح في طب الاسنان. لكن رايح جاي الم شغل يتعاد كذا مره، الكلام ده كله بيدي اكسبيرينس وحشه للمريض اللي بتخليه بعد كده يجري. هو لا فاضي ان هو يروح ويجي ولا فاضي عشان يجي يتالم. يعني تخيل حضرتك كده عندك ميعاد النهارده عشان تحس بالالم، ده مش طبيعي طبعا. لكن دلوقتي التكنولوجي وفي تكنيكس كتير جدا بتخلي الالم ده مفيش خالص. وخلي بالك برضو يا دكتور ايمن، التروما كل ما احنا بنعمل شغل مرهق للمنطقه اللي احنا شغالين فيها، كل ما التورم والالم بعد الشغل يبقى عالي. فلازم الدكتور يبقى بخلي باله كويس قوي ان هو يوصل لاعلى نتيجه في اقصر وقت مع اقل مانيبيليشن او اقل شغل في المنطقه اللي هو شغال فيها. انا عارف ان انت واحد من المميزين في مدرسه الشرح للمريض، يعني حتى وانا قاعد معاك بتقعد تشرح للمريض. عارف حضرتك يعني في ساعات لو في مثلا انفكشن جامد قوي مثلا في ضرس وهو داخل يعمل عصب، بقول في عندنا مثلا حقنه بنج بتتاخد في قنوات العصب نفسها، بقول الدكاتره عندنا بتوع العصب انت وانت بتدي الحقنه اللي جوه القناه دي المريض ممكن يحس بحاجه خفيفه من الوجع، بس دي بتقضي على الوجع خالص لان مع الانفكشن البنج مش بيأثر بسهوله. لازم تقول للمريض انت هتحس بسنه وجع دلوقتي، عشان لو ما قلتلوش وتفاجئ بيها هيبقى تاثيرها عليه اكبر بكتير جدا. ويحس ان انت عارف كل الخطوات بالزبط. والمسار الطبيعي بالزبط. لكل شيء مش هيحس ان هو دخل في حته مش مفروض يخش فيها. من اكتر الحاجات اللي في مصر الناس بتطنشها انه يكون عنده سنه مفقوده، دي اوحش حاجه في الدنيا. احنا لما بنفقد السنه غير الشكل زي ما احنا كنا بنتكلم من شويه، طبعا الفم او البق او الاسنان هي اول امبريشن الواحد بيقابله، يعني زي البدله والساعه والكرافات ماشي، السنه دي اول حاجه احنا بنشوفها. لما بتفقد السنه بتاخد فكره، والمريض بيسيبها مفقوده بتاخد فكره ان الراجل ده مش مهتم بنفسه، دي اول مشكله بتقابلك. تاني حاجه عندك مشاكل بتحصل في جسمك لان انت مش بتاكل بطريقه مظبوطه. تالت حاجه رصه السنان بقى، السنان دي سبحان الله كلها في حاله حركه، كل واحده سنده اللي جنبها وسنده اللي قصادها، بتبدا السنان تميل في الحته اللي فاضيه عشان تعوضها اللي حواليها، واللي قصادها يطول، فانت بتبدا تكر الخيط، تبدا تبوظ السنان واحده ورا الثانيه. يعني ممكن تلاقي بق فاضي تماما عشان خاطر سنه اتخلعت، اللي حواليها باظوا، فاللي باظوا اللي حواليها وبوظوا اللي قصادهم، باظت الدنيا. زي ما احنا شايفين هنا اهو، بدات السنان تميل، بدا يتكون جير حواليها، المفصل نفسه بيبوظ لان انت بتاكل بطريقه مش مظبوطه. المفصل ده عامل زي مفصله الباب، لو انت في حاجه زنقاه او مش بيتحرك بشكل سليم هيبدا المفصله دي تبوظ واحده واحده. ده اللي بيدخلنا في مشكله وعمليات لو الغضروف اتقطع لا قدر الله ملهاش لازمه، وعمر ما المفصل ده بيرجع تاني. كل ده عشان فقدنا ضرس او سنه وما رجعناش عوضناها. هنا دي حاله من الحالات الحلوه قوي، الراجل ده كان فاقد فتره طويله قوي اسنانه، بدانا نزرع له عظم عشان حصل له تاكل في العظم، لان احنا اللي بيحافظ على حجم العظم هي الاسنان اللي جواه. فبنبدا نعوض له عظم تاني وحطينا له زرعات، وفي الاخر بقى بالشكل اللي تحت ده. طبعا احنا هنا التكنيكس اللي احنا استخدمناها كانت مش تروماتيك خالص، يعني ما فيهاش شغل كتير. احنا دلوقتي بقينا وصلنا ان احنا بنحط زراعيه من ملي، بنفتح بالليزر نقطه نحط منها الزرعايه وبنحط عظم حواليها من غير الم ومن غير خياطه ومن غير اي مشاكل. فالمريض في الاخر ما يبقاش عنده بوست اوبرتيف بين، يعني الالم ما بعد العمليه بتاعتنا، ودي اهم حاجه. دايما من الحاجات اللي احنا بنقعد نتناقش فيها كتير الاكياس الدهنيه والخراج تحت الكيس الدهني ده، لانه كمان ده كونكتد ما بين مرضى السكر اللي هو عندنا مزبوط. وما بين الطب الاسنان. مظبوط 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 جدا. الكيس الدهني الخراج هو اللي بيؤدي للكيس الدهني، يعني ده من اسباب الاكياس الدهنيه. الاكياس الدهنيه دي بتتطور لحاجه اسمها او كي سي، ده نوع من انواع الاكياس اللي بتعامل معامله الاورام. اتس سيست لايك تيومر، او كي سي ده اودونتوجينيك كيراتوسيست، كيس دهني يعامل معامله الاورام لان هو بيكبر بصوره صوابع بتتغلغل في العظم اللي حواليها، فمهما شلته يبدا يكون نفسه تاني وياكل العظم اللي حواليه. احنا دلوقتي طبعا بنقدر نعالج الكلام ده، بس انت ليه توصل له من الاول؟ يعني احنا في الاول ده كان بادئ بتسوس، التسوس ده وصل للعصب بدانا نحس بالم ما رحناش. لو احنا عاملين فولو اب اصلا كل ست شهور التسوس ده كنا لحقناه. طب وصلنا للعصب مش هناخد انتي بايوتكس وانالجكسك ومسكنات وخلاص؟ لا،
احنا لازم نروح نتابع دايما حاله الفم كل 6 أشهر عشان خاطر ما نوصلش لمشكله زي دي. هنا دي زرعه فوريه، دي احنا الراجل خلع وحطينا الزرعيه في نفس اليوم بعد الخلع، وده اللي حافظ على حجم العظم اللي موجود جوه. لو ما عملش كده ايه اللي هيحصل؟ العظم هيكش، هيحصل الصور اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول، ان بدا يميل الاسنان عشان تعوض الحته الفاضيه، عشان زي ما اتفقنا سنان في حاله حركه كل واحده سنده اللي جنبها. هنا الصوره دي فيها كيس دهني، هنا فوق باين الكيس الدهني قبل ما نشيله، تحت احنا شلناه، زرعنا عظم، حافظنا على السنه. مهمه قوي السنه دي زي الدراع، احنا لازم نحافظ عليها بكل الطرق، واخر حل هو الخلع، ولو اضطرينا للخلع يبقى نعوضه بزراعه. لكن دراعك ما ينفعش حد يقول لك هغيره لك بدراع تاني، صح ولا لا؟ طبعا ما ينفعش. طيب هنا ده كيس دهني تحت الضرس، احنا خلعنا اضطرينا نخلع الضرس ده، وقمنا حاطين الزراعيه تحت دي، وحطينا زرعنا عظم حواليها، حصل الهيلينج زي ما احنا شايفين، مفيش اي كيس دهني. الدايره السوداء دي هي الكيس الدهني اللي تحت الجذور بتاع الضرس اللي فوق. هنا الكيس الدهني حصل ليه بقى؟ بسبب علاج الجذور. علاج الجذور ده اتعمل بطريقه مش مظبوطه، او الدكتور اللي قفل عليه قفل على انفكشن لسه موجود، فبدات تكون بكتيريا اللي هي بدات تعمل ضغط على خلايا العظم، اللي هو اشتغل بنظام الاوستيوكلاستيك اكتيفيتي، ان العظم ياكل نفسه. في نقطه عايز اشرحها، تاكل عظمي اوستيوكلاست، يعني انا حاله مرضيه بيحصل فيها تاكل في المنطقه العظمية. انا دي عايز اشرحها شويه. العظم بتاعنا بيشتغل بخاصيتين عكس بعض، حاجه اسمها اوستيوبلاستيك اكتيفيتي وحاجه اسمها اوستيوكلاستيك اكتيفيتي. بناء والهدم بالظبط. يعني مثلا لو واحد واحنا صغيرين وشنا كان صغير، وشنا كبر ازاي؟ بدا يزود عظم من بره وياكل نفسه من جوه، فسمك العظم نفسه ما اتغيرش كتير بس الوش كبر. احنا بنستفيد من الخاصيه دي في طب الاسنان في كذا حاجه، وهي بتعمل معانا مشاكل في حاجات تانية. نستفيد منها في ايه؟ في التقويم مثلا، لما نعمل ضغط بمقدار معين على السنه، اللي هو بيترجم بضغط بمقدار معين على العظم، بياكل نفسه من الناحيه اللي حصل فيها ضغط ويزود نفسه من الناحيه الثانيه، تمام؟ القصه دي لما بيحصل صديد، كميه صديد بتبدا يخلي العظم يشتغل بالاوستيوكلاستيك، ان هو ياكل نفسه. هنا شايف حضرتك الحته البيضه دي، الحته البيضه دي كانت كيس دهني قعد ياكل في العظم لحد ما اتبقى ال 3 مللي من الفك اللي تحت دول، يعني تحت الدايره الخضراء في 3 مللي عظم، ده كان بس، فكان الفك اصلا مهدد ان هو يتكسر واحنا بنشيل كيس دهني. وده كان اودونتوجينيك كراتوسيست، بنشيله بطريقه معينه، ندخل الليزر بطريقه معينه بعد ما نشيل الكيس الدهني ده، وزرعنا عظم. ده الهيلينج بتاعه، ده العظم اللي احنا زارعينه اللي لونه ابيض ده. بس احنا زرعنا هنا كميات كبيره عشان خاطر نرجع الفك لحالته الاولانيه، ودلوقتي احنا حطينا فيها زرعات كمان. المره الجايه هجيب لكم الاكس راي واسنانه كامله. ده برضو كيس دهني تحت السنان الاماميه، اتعالجت بطريقه مش مظبوطه، موجود فوق في الاكس رايز. الدايره السوداء اللي تحت الجذور ده كيس دهني، هنا تحت ناحيه الشمال احنا شايفين زي حفره كبيره، الحفره دي بعد ما احنا شلنا كيس دهني حطينا العظم وقفلنا ناحيه الشمال. مهم قوي ان احنا ما نسيبش الكيس الدهني ده، احنا كده هنا حافظنا على السنان، شلنا كيس دهني وحافظنا السنان. لو سبناها شويه السنان دي كلها مش هنقدر نحافظ عليها، هتبقى كلها بتتلخلخ ومش هنقدر نحافظ عليها، غير طبعا ان هو ممكن يقلب لاودونتوجينيك كراتوسيست اللي احنا قلنا عليه، اللي احنا قلنا عليه منتهى الخطوره، اللي احنا قلنا عليه بيتعامل معامله كانه ورم، لكن هو مش ورم، هو مش ورم بس يعامل كانه ورم، ان هو بيرجع مره ثانيه ويعدي الحتت اللي حواليه وبياكل العظم، فبتضعف المنطقه اللي ممكن تؤدي الى كسر الفك اصلا. عندي سؤال عايز اساله لك، هو سؤال من يعني من الشارع، من القهوه، ناس قاعده على القهوه، واحد بيسال الثاني يقول له انت هتعمل زراعه؟ طب ما تعملها بكذا، بيتكلموا على الفلوس يعني. قال له لا يا عم ده ما تسترخص، هي كله اسمها زرعة، مش كله حاجة هتزرع في العظم. ده كلام الناس على فكرة، دي مشكلة كبيرة جدا بتقابلني كتير. تقابلني الناس تيجي تقول لي ما هو فلان أو حتة تانية بتعمل الزراعة بكذا. طب حضرتك عرفت نوع الزراعية إيه؟ في دلوقتي زراعات مجهولة الهوية بيتحط عليها ليبل إن هي ألماني مثلا أو أي كانت الجنسية، وهي ممكن تكون أصلا من بلد تانية ومتعلبة هنا أهو، تمام؟ المشكله بقى ايه؟ ان احنا لما بنحط الزرعيه بيحصل لنا مشاكل تانية. زرعيه اللي مش مظبوطه تعمل تاكل في العظم شديد جدا، انت بدل ما انت بتصلح بتدخلنا في مشكله تانية، ان انت فقدت العظم بتاعك، ونبدا نشيل اكياس دهنيه بسبب الزرعيه اللي اتحطت. يعني انا في اكس رايز هوريها لحضرتك دلوقتي بتبين لي ان العظم كان كويس بعد ما اتحط الزرعيه. هنا الزراعيه اللي تحت دي حواليها اسود كل ناحيه، من كل ناحيه حضرتك شايف مالها نزلت، يعني ما تحس انها كلت العظم. شايف حضرتك الاسود ده تاكل عظم حوالين الزراعيه،
ده بسبب ايه؟ ان الزراعيه دي اصلا مش زراعيه كويسه، يعني هي اتحطت في مكانها. الدكتور كان عنده عظم كامل، يعني الخط الاسود اللي تحت ده عصب الفك، يعني احنا بعيد عن عصب الفك بحوالي هنا 14 ملي. 14 ملي ده رقم كبير جدا في الزراعه نقدر نزرع فيه، يعني احنا في حاجات بنزرعها في 6 ملي. يعني احنا 14 عندنا خير كتير، انت ضيعت لي 3 ارباع العظم ده بسبب زراعيه مش مظبوطه، بسبب ان المريض نفسه استرخص، وهو اللي هيعاني بعد كده. يعني المشكله ان هو اللي هيلاقي المشاكل بعد كده. انا دلوقتي انا وحضرتك معانا عربيه، تمام؟ حضرتك قلت لي انا معايا عربيه ثمنها مليون جنيه، وانا قلت لك انا معايا عربيه ب 200,000 جنيه، تمام؟ الاثنين عربيات، ينفع اقول لك اتضحك عليك؟ ما ينفعش. وما ينفعش اقول لك ان العربيتين هيعيشوا زي بعض، ما ينفعش الكلام ده كله. طبعا انا بتكلم بعيد شويه، بس هي نفس المثل، هو المثل في كل حاجه، مش بس هنا. بص حضرتك شايف الخرم اللي موجود ده؟ الخرم اللي موجود ده المفروض الزراعيه بتحفز العظم ان هو يبني عليها. يعني الزراعيه عامله زي المغناطيس، تيتانيوم عامه عامل زي المغناطيس، مع معالجه السطح بتاعت الزراعيه بتسحب عشان خاطر العظم يبني عليها، وده اللي اسمه اوسو انتجريشن او تكون العظم على الزراعيه. هنا احنا عندنا بقى في خرم كبير بسبب تاكل العظم، طبعا ده لازم بيقعد يتنظف ويتزرع له عظم مره ثانيه عشان خاطر نرجعه مره ثانيه للاول، وده بيأثر على السنان اللي حواليه. يعني انا لما احط زراعيه نص نص هتأثر على السنان اللي حواليه، هتاكل في العظم اللي حوالين السنان السليم، خش في مشكله ملهاش لازمه. نورت وشرفت وابدعت. ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور كريم مكادي، استشاري زراعات وتجميل الفم والاسنان وزميل كليه الجراحين الملكيه، عضو الكونجرس الامريكي لزراعه الاسنان، واحد من سوبر ستار هذا المجال، كان مبدعا في واحده من حواراتنا اللي عنوانها ارجوك ما تبقاش فهلاوي على اسنانك. خليكوا دايما مع الناس الحلوه.